خايف فلفلة حمراء 400 درهم، فلفلة خضراء 400 يو، بودن زال 1000 فرنك، خيار 1000 فرنك، اللوبيا الخضراء 400، القرعة 1000 فرنك، خيزو 6 درهم، بطاطا 240، رسلة 340، مطيشة 240، القوق 160، الدرويش راه ما غايعيش، اللي عنده 1000 ريال ما يخدم لا يخش الخضرة، اللي عنده 1000 ريال ولا عنده 40 درهم ما يتسوقش، راه كيلو ديال كيلو ديال الفلفلة ب 400، راه بزاف، ما كاين مراقبة لا والو. المارشي يا اخي ماشي من هنا، راه كلشي من سوق الجمله، سوق الجمله كل واحد تيبيع باش بغا، كل تيبيع سوقو باش بغا، عرفتي علاش الحكومه ما كايناش، الحكومه ما كايناش، كل الحكومه دير مراقبه، كل صحاب الجمله كاع ما يبيعوش دابا الثمن، احنا تخان احنا تنشريو خماش خامسه من عندهم تيبيعوها لنا ب 300، خامسه تيبيعوها ب 300، ها هي خامسه واخدينها ب 300 ماشي حشومه، ما كاينش يا اخي مراقبه لا في المارشي لا هنا. سوق الجمله فيه الفوضى هنايا، لكن هي سيد الدرويش تنتمسوا يطلعوا للمارشيات باش يجيو لهنا الشوارع، يطلعوا للمارشيات في كاينه الجمله، راه الشارع راه بلا اللي يسوق، انا تسوق ب 100 الاخر يسوق ب مليون، راه سوق ديال العموم، الجمله اللي فيه نايضه العافيه، تاع دابا المارشي وتشوف اخي، الفلفله هذه جمله واخدينها ب 300، هذا الجمله ب 300، هذا واخدينه ب 180 ماشي حشومه، 9 درهم جمله، حنا تنبيعوا على درهم، على درهم تنبيعها انا. هادي تنبيعها بمشية ب 300 تنبيعها ب 340، كاين قبل والو خا كاين نص كيلو تتبيعو على نص ساعة، ولا على ساعة تبيع نص كيلو. اللي عنده الولاد راه ما عرف شنو غايدير، عندها سلعة قدامك ضربة تصوير، ها سلعة حداك وهي كلشي باقي هو هذاك أخي. هادشي بزاف اللي دايرها الحكومة سي جلالة الملك، ولا الخضرة راه ما بقيناش نبقاو نتقداو، حنا نبقاو نصوموا العام كامل واقيلا، حيت راه هادشي بزاف علينا، من وصلت 400 درهم الفلفلة، حنا ناكلوا الفلفلة، راه بغينا مطيشة، بغينا البصلة، بغينا الحليلة. ما تشرب 240 والحين ما بقاوش يشربوا ايده ولا حتى رمضان حيدوه انا اللي رمضان غنديروا في رمضان حنا بلا حليله ولا المعقول هو هذا ولا كلشي بزاف غالي على الناس الحكومه راه جالسه كتاكل الفلوس وكتخبي في جيبها والسواق والله ما عندك الفلوس لا تقديتي والدرويش والله ما عندك والله ما تاخذ واللي عنده الدراري واللي عنده الدواء ديال الدراري والقرايه هي جايه كيفاش غدير البنادم لا اله الا الله والله راه خلينا نقول لك والله مكرفسين موالفين تيتعاطفوا معنا الناس وكيعطيونا المحسنين باش نقضيو وكذا اقسم بالله الا مابقاو تيقدونا حتى في ليكوش ديال الدراري الصغار يعني ثلاثه الدراري الصغار ليكوش باقيين دراري كاملين صغار الكبير عنده 3 سنين والله ياخذ الحق في هذا اللي كان حيله وسباب انا راه خلاه على الله وصافي ضايعين في هذه البلاد بزاف اخي خارونا ما خلاونا باش نعيشوا ما ناكلوا ما نشربوا الضوء الماء الضريبه كلشي بزاف وتعاونوا معنا الماكله خليونا الماكله ما بغينا والو بغينا غير الماكله والصحه أثمينة غالية طيارة الأثمينة أخويا واش مطيشة 260 300 البطاطا 300 البصلة 360 واش حنا غنصومو بالعدس ناكلوه والبيض اللي بيض هو رخيص ما بقيناش نشريوه ب 30 ريال بزاف علينا أخويا بزاف ودابا هو غادي طالع يطرد الزيت ب 25 درهم شحال تيدوز لنا حنا الفقراء منين غنجيبو حنا الفلوس نسرقو بزاف علينا أخويا هادشي راه تهلكنا واش غير حابسين البكيه راه حنا حابسينا اي ما ترضاوش تنحبسوا نفسنا بزاف تسقهرنا تنطلبوا بهذا الشيء تنقص علينا رخا شويه راه تهلكنا راه تعرفي شنو هو تهلكنا راه تهلكنا راه وصلت فينا العظم راه بزاف قسما بالله نسكروا السردين ما تيدخل للدار اللي نسكروا السردين بحال الناس تيقول لك جوج بحورات فين هما جوج بحورات الحوت الابيض قسما بالله هذه 4 سنين ولا 5 سنين عمره ما دخل محلنا نبداو نهضروا شي هضره راه ما تسيقهاش انت كاع راه الكون هاد الناس التنميه مازال كانت شويه كان الراميد داروا الناس الراميد عطاو الارمله حقها حنا مع هذا شفنا القهره مع هذا السيد هذا هو عايش مرته عايشه كل شيء عائلته عايشه اللي خدام باك صاحبي من الفقير يتطحن بابا تحت الرويده ثلاثة الأسابيع رخاص مطيشة باش يسكتوا الناس عين الناس سكتوا صافي عاوتاني نضو يعطيونا تخارنا خويا هادشي راه كيغليوه المراقبة ما كايناش ما كاين المخزن كلشي كومبين بيناتو ها انت البطاطا اليوم ب 240 مطيشة ب 220 ألف فرنك راه حشومة راه صعيب هادشي على الضعيف أخي واش الناس راه العواشر كتقى فيه الله ماشي كيبقاو يديروا هادشي هكا بيناتو مع من غادي نهضروا مع من غادي نهضروا البطاطا أخي اليوم تبعت ب 10 دراهم أخي البطاطا مع ثلاثة الليل طلعت أنا للمارشي البطاطا تبعت 170 ريال
درنا هي دوره داروا ما بغاو دوك صحاب السوق، ما كاين لا مراقبه لا والو. البطاطا تباعت ب 1000 فرانك، بعنا اليوم ب 11 درهم 12 درهم. فين عمرها البطاطا دارت في حياتها 12 درهم 10 دراهم؟ راه بزاف هادشي هذا. هادشي بزاف اخاي الغلا اخاي، هادشي نكذبوا على الله نفقوا راسنا. اقسمي لك بلا ما نقوش باش ما كنولي تقضي. الغلا هاد العام كنا عمرنا ما شفنا حنا البيض دايرين 900 ريال البلاطو. بزاف هادشي. والبيض كنا تناخذوه ب 12 ريال 14 ريال 16 ريال المخير. وهاد العام 30 ريال. شكون غيدخلوا للدار؟ ما بقاش يدخلوا حتى واحد لدارو. الضعيف مسكين ما عندوش شيء، عنده الله سبحانه وتعالى. والحكومه راه خصك الضعيف راه والو زعما بصراحه خاين نكذب عليك، راه الله ما ضمنكر. ولينا تنشوفوا الحاجه تنشوفوها بعينينا تنبغي نتصوروا معاها. ما غتجبد تخلص راه ما كاين شيء. راه عباد الله ولات تبيع حوايجها. ونكذبوا على الله. الخضره والله ما نقدر نوصلوا ليها. في الاثمنه ديالها ولا في اي حاجه. فهمتيني؟ هادشي راه خصهم يديروا ليه هادشي خصو يكون حل لهاد المسائل. لهادشي للضعيف. بحالنا راه عندنا الله سبحانه وتعالى اللي عندنا ما عندنا والو. اللي بجهدوا كلا الخضره وكلا الفواكه، واللي ما بجهدوا شيء ما ياكل شيء. راه الناس كلها هذا كلها كتغوت وكلها كنقول لك حقها الغلا الغلا، ولكن هما ما عليهم شيء. كاين اللي ضعيف ما عندوش الله يحسن العوان، وكاين اللي ما عندوش شيء حتى باش ياكل وباش يكري وباش يلبس لوليداته وباش الله يحسن العوان. وليدي انا شريت والله العظيم الى ما طيش كيلو، خديت كيلو هذا ب 260 ولقيت فيه ثلاثه خمجين. غندير رميهم ناكلهم ما غيمكنش. بغيت ناخذ غير شويه جلبانه نديرها والله وليدي 300 ريال. ملي خديت ديك الجلبانه نقيتها شنو فيها ربع ديال الحبوب، والكثير حاشاك زبل، والكثير ديال الجلبانه زبل. ايوا ولاش كناخذوا الفول ب 160 160 ريال، كتنقيه القشور ديالو اكثر من الحبوب اللي كنديروهم. وهذا مكتب الله. راه حنا كنصاوبو، راه حنا صابرين الحمد لله. اللهم تعالى يعطف القلوب، اللهم تعالى يبين لنا الضوء. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.